نناشد الأخوة أعضاء مجلس الشعب بالاجتماع غدا أنه ينظر بنظرة عطف على هذا الشعب المنكوب. الحكومة عاجزة، عاجزة عن تقديم أي شيء من غاز، من كهرباء، من ماء. أول مرة بسمع أنه في جلسة طارئة لمجلس الشعب، فنتمنى ونرجو أنه يكون في نتائج على أرض الواقع، لأنه الوضع المعيشي اللي وصلت له الناس يعني لا يحتمل بصراحة. نطلب منهم إيجاد حل، إما رفع رواتب الموظفين، إما إيجاد حل يكون الموظف يأمن حاجياته بما يتناسب مع الوضع الراهن بالبلد. نتمنى من مجلس الشعب دراسة أوضاع المواطنين والتعامل مع الحكومة بإيجاد حل للمواطن بشكل عام، رفع مستوى معيشة المواطن لازم يكون بحلول بالنسبة لجميع الوزارات. وضع المعيشة كان يعني صار الآن الساعة متردي جدا، يعني الله يعين المواطن، وخاصة حتين الوضع الخدمي، الوضع الكهرباء زيت حتين مزري. التوقعات أن ينظر مجلس الشعب إلى الشعب بعين الواقع، الفرق الواسع بين الأسعار وبين مستوى المعيشة وبين وارد المواطن صار فرق كبير، وخاصة الموظف.